مشاهدينا وجولة جديدة من جولاتنا بالعاصمة بغداد. اليوم احنا متواجدين بمنطقة باب الشيخ ومتواجدين داخل أقدم ورشة ميكانيكية. هذه الورشة اللي يعود تاريخها إلى سنة 1948، لكن المعدات بداخل هذه الورشة جدا قديمة، وواحدة من هذه المكان هي هذه الآلة اللي هسه راح نتعرف على طبيعة عمل هذه الآلة. وهذه الآلة يعود تاريخها إلى سنة 1928، بس حتى نتعرف أكثر أنه طبيعة عمل هذه الآلات أو هذه الورشة وكيف لحد الآن قدرت تقاوم كل الظروف البيئية، ومثل ما نعرف دخول التكنولوجيا يمكن أثر على الصناعة بالعراق، لكن لحد الآن هذه الورشة محافظة على تراث قديم وتاريخ لحد الآن أنه نستذكره. فرح نلتقي ويا أبو هبة وحتى يحكي لنا أكثر عن هذه الورشة وطبيعة عمل هذه الورشة. مرحبا أبو هبة. سنة هذا وقت بيتنا تشرفتونا. أبو هبة، أريد تحكي لنا على هذه الورشة، يعني بالضبط أنتوا شنو عملكم وليش تستخدمون هذه الآلات القديمة؟ هاي الآلات القديمة هي طبعا بزمن الإنجليز وراء الحرب العالمية الثانية، احنا اشترينا هاي المكاين نصبناها سنة 48 هنا، بس هي تشتغل كانت من 28 الإنجليز يستخدموها، بس ما طلعوا الإنجليز أخذناهن اشتروا باعوهن، فأخذناها سويناها لتصنيع مضخات مال المي يسموه مكاين الريستم ذاك الوقت، فاشتغلناهن واشتغلنا الإنتاج معامل غواصيص معامل بالطابوب بال 48، ولحد هذا اليوم تشتغل. وكانت هنا تقريبا حوالي 12 ماكينه، بس ورثوا وهن قسم تعبانات قسم باعوا على مود الحصص، فبقينا بس هاي حصلنا هاي والمزرف ذاك. زين، هذه الآلة لحد الآن يعني شغالة من هذاك الوقت لهذا لحد الآن تشتغل، وطبعا بها السرعة هاي هواية انه، بس انا خاله ابطا سرعة، فالحمد لله والشكر نعمة من الله. اعتزازا بها انت؟ اعتزازا بجدي الله يتقي الله يرحمه وعمومتي وابوي، واحنا تربينا هالتربية الصالحة الزينة الحمد لله والشكر، وظلينا لحد الآن نشتغل بها تنتج احسن انتاج عندنا. شنو تسوي بالضبط شغل هاي الآلة؟ هسه هاي هي تشرخ خرابة، هسه هاي ترامة مال اللحم دا نسوينا ترامة مال البلاستيك العفو دا نعيدها معادة بيها ودن تنتج تاج مالتها. اكو صعوبة بعملها وبدامتها؟ كل السهلة بسيطة، يعني عندي ذيك الاوتوماتيك اللي بالحديثة شوية معقدة، بس ذني القديمات مريحة. احنا ما نشوفها هسه، يعني دا اشوف يعني طبيعه عملها ميكانيكيه هي كلش بسيطه. هاي التور كانت 12 ماكينه، وهذا اكو كان ماطور هي لحد الان هذا الفوق راسنا، وهذا يوصل يشغل المكاين كلها ماطور واحد. هاي من 48 لحد الان الماطور احنا لا فاتحي ولا واصلينه شغال والحمد لله والشكر. عن طريق أن عتلة كل العتلات اللي طبعا هي ماطور واحد هو يشغلهن كل المكاين، بس هاي من يشغلها كل مكينة بها عتلات يدوية، مو مثل الحديثة كهربائية كلها كهربائية دقم، شلون نقول برمجات يذني
هاي لا بقت على القديم. هاي هسه قدامك هاي. هاي حتشتغل. اشتغل. يعني شغله كلش مريحه وبسيطه. وعمرها يعني الثانى عمري تقريبا 68 سنه مواليد 52. اللي يجي بعد اكثر من عندي همين وتظل هي. وتظل شغال، احنا نروح هي ما تروح. الحمد لله والشكر. صار لازم نتعرف على صاحب هذا المعمل او هذه الورشه الحاج التكمتشي، اللقب مالته مو ابو علي. نعم الحاج تقي علي تكمتشي. احكي لنا يعني عن وعنكم وانتم شلون توارثتوا من عند هذه المهنه. الحاج تقي من مواليد 1887 توفي عام 1975. مارس المهنه هاي عن طريق والده الحاج علي تكمتشي اللي كان يمتهن مهنة التكمتشي في منطقة سوق الصفافية. فالحاج تقي تعلم المهنة عن طريق والده الحاج علي التكمتشي الله يرحمهم. فبنفس الوقت حب يطور المهنة ماله، بالإضافة إلى عنده معمل ما صهر المعادن، فحاول يفتح معمل تورنة. أول معمل فتحه في منطقة السيد سلطان علي، ومعمل السباكة كان في منطقة الكريمات في قرب السفارة البريطانية. ظلوا هناك إلى بداية الأربعينيات. صار عندهم تحويل بالأماكن، فانتقل الحاج تقي بهالمكان هذا عام 1947-48 كان دار سكن، فلشه وسوى معمل. واشترى معمل على الشارع العام، سوى معمل سباكة. معمل يعني السباكة هناك ومعمل التورن هنا. الحاج تقي عنده 9 أولاد. الأولادهم كلهم خلاهم بهالمهنة هاي، كلهم مارسوا المهنة، وإحنا أحفاده يعني بقينا نمارس نفس المهنة من ذاك الزمان لهسه. أي والله. يعني كم حفيد أنتوا هسه تمارسون هاي المهنة؟ هسه إحنا حاليا بالمعمل هذا بقينا بس 4، وواحد ابن بنت الحجي تقي. أهم الأحفاد. زين هذه المهنة راح يتوارثوها أولادكم؟ والله هسه الصناعة بالعراق أصبحت يعني واقع الصناعة ضعيف. هذا المعمل قبل سنتين ثلاثة كان به حوالي 14 عامل. ولدنا أني واحد من أولادي كان يشتغل به. بس واقع الصناعة بالعراق هسه قل تقريبا، فأكثرهم عافوا المهنة هاي والتجوا إلى الوظائف الحكومية. فأعتقد يعني واقع الصناعة بالعراق بالمستقبل ما يبشر بخير لعدم تعاون الحكومة مع القطاع الصناعي. هاملين القطاع الصناعي وما يعني ما مهتم بيه بصراحة. إيش قد كان إنتاجكم بهذا المعمل؟ والله كنا ننتج يعني خير من الله، يعني إحنا تخصصنا بإنتاج تصليح معامل الطابوق والمضخات الزراعية. فكان نشتغل يعني معدل وقت من الصباحان حتى يعني حتى بعد المساء، وايام الجمعه العطل الرسميه كلنا نشتغل كنا بها. نعم ونطلع انتاج خير من الله، واحنا سمعتنا بالسوق يعني بالخص معامل الطابور سمعتنا معروفه، يعني صحون بيت حجي تقي ناس معروفين بهالتخصص هذا. والله حاليا هم نشتغل بس مو على ذاك المستوى، لان واقع الصناعه بالعراق قل. فتح الحكومة للاستيراد من دول الجوار أثر علينا. نعم أثر علينا. الحكومة ما تتعاون ويانا بتوفير المواد الأولية، توفير الطاقة الكهربائية بالغاز. فقبل كنا بصراحة مدعومين أفضل، بس الدعم ضعيف. شوف أكثر يشتغلون كبار بالعمر. إي مو قلت لك الجيل الجديد قلوا بصراحة. يعني أنا شلون توارثت المهنة؟ عن طريق أبوي، أنا مخلص تكنولوجيا. فوالدي الحجي ما تعينت عند الحكومه،
خلصت عسكريه وجيت بهالمحل، صار لي حوالي بحدود 32 سنه اشتغل بالمحل هذا، واخوي ذاك اكبر بعد اكبر من عندي، واخوتي كلتنا خلصنا الشهادات بصراحه، بس حبينا المهنه هاي واشتغلنا بها. يعني عاده الناس تلجا للتطور والتكنولوجيا للسهوله، لكن لحد الان انتم محتفظين بهذه الالات التراثيه مثل ما بنسميها اكيد طبعا. شفتوا السهوله بها، لذلك ما حاولتوا تدخلون التكنولوجيا الاضافيه، يعني اضافه جديده لو اعتزازا بها؟ احنا بصراحه يعني قولين هم اعتزازا بها، وشيء ثاني يعني الحصار المر بالعراق 12 سنه اثر على التطور الصناعي بالعراق، اثر هوايه، ما جتنا مكاين حديثه ممكن نواكب بها التطور، فبقينا على المكاين القديمه وجبنا بعض المكاين هذه، شوف يا ذني بلغاريه هاي ذيك ذني بعض المكاين، فامتزجنا بين القديم وبين الحديث صراحه. وشنو شفتوا اكثر شيء مقاوم، القديم ولا الحديث؟ القديم ما بيعطلات، القديم ما بيعطل، يعني مجرد بس هذا القايش ممكن يوقع او هذا، اما كصيانه بالماكينه يعني كل جيد، يعني الماكينه تشتغل وتقدم انتاج بصوره صحيحه وكل زين. صراحة أنا أول ما دخلت وأشوف هذه القوايش وهذه الآلة، هذه شايفتها بس بالأفلام. يعني كأنه رجعت، يعني أنا رجعت ويا الزمن، فشيء مميز شيء حلو. يعني طبعاً هذا المعمل زاروا ناس هواية، حتى زار وقته أحد وزراء الصناعة بالثمانينات، يعني دخل من المعمل وقف هنا انبهر على المعمل، يعني حتى كان والدي طيب، فقال له الحج هذا شنو هذا المعمل شلون محتفظين به، فقال له هذا متوارث من ابويا من جدي، ودنا نشتغل به ودنقدم انتاج به بصراحه، وهذا يعني كنا الحمد لله شغل زين ومستمرين به، وهذا المعمل خرج اجيال بصراحه، يعني اكو ناس بالمنطقه اشتغلوا بهالمعمل لسه من رجال صناعيين بالعراق، اي كانوا هنا يشتغلون بالمعمل هذا بالاربعينيات او بالاوائل الخمسينات صراحه. شنو الرساله اللي حاب توجهها لاصحاب الاختصاص الى وزاره الصناعه؟ والله انه يكون يدعمون القطاع الصناعي. يدعمون، انا اشتركت عده ندوات باتحاد الصناعات العراقي، واحنا عندنا انتماء باتحاد الصناعات، فدعم الصناعه العراقيه ضعيف. قلت ليش لا موفرين طاقه كهربائيه، لا موفرين وقود، لا موفرين مواد اوليه، وفاتحين الاستيراد، هذا الاستيراد يأثر علينا. يعني احنا كنا مثلا القطعة الحديد نسويه هنا تكلف سعر معين، من فتحوا الاستيراد يجيبوه من دول الجوار أرخص من عندنا. فيضطر أول المعمل أنه ما يلجأ للقطاع الصناعي المحلي، يروح يجيب المستورد. وهذا بالنتيجة تأثر علينا. فقلة الدعم من الحكومة للقطاع الصناعي جدا ضعيف. إنتاج هذا المعمل، هذه صنعت لصالح إحدى معامل الطابوق صح؟ نعم. هذه إيش قد كلفتكم؟ وإذا ردنا نستوردها إيش قد تكلف؟
والله هو تكلفتها قد بتكون، ما راح تكون قد المبالغ اللي بيستوردها اذا استوردنا هذا. وهذا يعني احنا فتره الحصار اللي فتره التسعينات الصناعه اللي كانت موجوده كلها يعني اللي كلها محليه من هاي المنطقه، من هاي محله باب الشيخ نقول مناطق الصناعيه، فكان ماكو استيراد، كان ممنوع نستورد اي شيء، كلها صناعه موجوده واحنا ماشي البلد كلها بالبلد يعني بالعفو بالمعامل الصناعية اللي عندنا. هاش قد تكلفتها تقريبا؟ هذه تكلفتها بين إلى مثلا 1200 نعم تقريبا دولار. أي نعم بالاستيراد إذا بدنا نستوردها هاش قد؟ حوالي 7000 دولار تكلف. أي نعم يعني أضعاف؟ أضعاف، هواية أضعاف. نعم والله هو هذا المعمل جدا قديم، يعني هذا بداية من سنة 48 بدأ، وقبله هو هي المكان كان السكن، واشتروها من سكراب الشعيبة اللي منطقة بالشعيبة، وهذه المكاين هو جدهم هو اللي يصير الحاج تقي الله يرحمه وأولاده هم اللي اشتغلوا معه، بقوا بس حاليا بس ثلاثة الله يحفظهم اللي هو طالب وصاحب وفاضل. اي وهذا والاحفاد هسه حاليا موجودين هم يشتغلون بالمعمل، لكن هو العفو يعني العمل مو مثل قبل، يعني لانه صايت الاستيراد الدوله تستورد وماكو فد شيء انه تصنيع نصنعه، ولهذا يعني كثير من العمال بطلوا، يعني هواي كان اكو عمال كلهم بطلوا ما يقدرون يشتغلون بعد. يعني لو اريد نحكي على الصناعه وشنو ممكن توفر الصناعه المحليه، يعني قلنا هذه القطعه تكلف من 1000 الى 1200 دولار، لكن اذا اريد نستوردها تكلف 7000 دولار، يعني ثلاث اضعاف او اربع اضعاف او اكثر يعني اساسا. الصناعه مو بجوده الصناعه اللي عندنا. اي بهالحال احنا شنو يحتاج لنا خصوصا بهذه الفتره؟ ضروري انه عدم الاستيراد الشغلات اللي نصنعها احنا، نقدر اي عراقي يصنع اي شغله بعد ممنوع استيرادها، هذه افضل انه تكون. يعني احنا الطاقات اللي عندنا تقدر توفر، هذا قصدك؟ والدليل انه فتره الحصار ماكو شيء عندنا استيراد، كله تصنيع كان، قدرنا انه يمشي البلد وتصنيع كله يشتغل. حاليا شغلكم تقدرون تسدون الايجارات المحلات او اجره العاملين؟ كثير من المحلات تسدد، يعني هذا المحل لو مو ملك كان ما نقدر ندفع ايجار. كثير المحلات تسدد لانه ما يقدرون يسدون هذا، العمال اللي راحوا اللي ما قدروا بعد يشتغلون خلوه، لانه الايجور بعد ما حد يقدر يسددها. اي نعم. منطقة باب الشيخ تقريبا ايش قد بيها كم محل؟ هواية بيها محلات وبيها امكانيات كلش هواية، لكن مع الاسف